بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكمل درس متوازي الاضلاع، لكن هناخد متوازي الاضلاع في حالاته الخاصه. متوازي الاضلاع في حالاته الخاصه، اول حاله معانا هي ايه؟ اول حاله هي المستطيل. طيب تعالوا ناخد خواص المستطيل ونعرف ايه هي خواص المستطيل. اول خاصيه في المستطيل هي ايه؟ ان المستطيل هو متوازي اضلاع جميع زواياه قائمه ومتساويه بتساوي كام؟ 90 درجه. يبقى عندنا كل زوايا المستطيل كام؟ قائمه بتساوي ايه؟ 90 درجه. يبقى دي اول خاصيه نحفظها معانا او نعرفها، الحاجات دي كلها عارفينها من سنه رابعه ابتدائي. طيب تاني خاصيه عندنا ان فيه كل ضلعين متقابلين متساويان في الطول، يعني الضلع ده بيقابل ده، يبقى اذا الاثنين دول ايه؟ متساويان في الطول. طيب لو ده 4 سم يبقى ده برضو ايه؟ 4 سم. طيب لو ده 3 سم لازم ده يكون كام؟ 3 سم. طيب تعالوا نكمل. ها قال لك برضو فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان، فيه كل ضلعين متقابلين ايه؟ متوازيان. يبقى الضلع ده بيساوي ده وبرضه بيوازيه، والضلع ده بيساوي ده وبرضه ايه؟ بيوازيه. طيب قال لك ايه كمان؟ قال لك القطران ينصف كل منهما الاخر ومتساويان في الطول، يعني القطر ده بيساوي ده وبينصفوا بعض. ازاي؟ يعني بيخلي النص ده قد ده وده قد ده، يبقى الاربع انصاف دول قد بعض. خلاص؟ طيب تعالى بقى، المحيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض في 2، يعني هجمع الطول والعرض واضربهم في 2، يعني هجمع الضلع ده زائد ده ونضربه في كام؟ في 2. طيب تعالوا ندخل على اللي بعده. المعين، ايه هو المعين؟ المعين برضه هو ايه؟ هو متوازي اضلاع جميع اضلاعه متساويه في الايه؟ في الطول، يعني الضلع ده قد ده قد ده قد ده، يعني لو ده 5 سم ده هيبقى كام؟ 5 سم. ده هيبقى كام؟ 5 سم. ده هيبقى كام؟ 5 سم. تمام؟ طيب فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان، برضو ها زي ما قلنا هنا، هنا برضو فيه كل ضلعين متقابلين ايه؟ متوازيان، يعني ده يوازي ده وده يوازي ده. تمام؟ فيه القطران ايه؟ غير متساويان، هنا كان متساويان لكن هنا غير ايه؟ متساويان، دايما ده اطول من ده، لكنهم ايه؟ متعامدان. القطران ايه؟ متعامدان يصنعان اربع زوايا قائمه، متعامدان يصنعان ايه؟ اربع زوايا قائمه. طيب ايه كمان الاقطار بتعمل ايه؟ قال لك بتنصف الزوايا الداخله للمعين. يعني ايه بتنصف الزوايا؟ يعني بتخلي الزاويه دي قد دي، شايف قسمت الزاويه دي كلها خلتها نصين ايه؟ قد بعض. يعني لو دي ب 40 درجه برضه دي تبقى بكام؟ ب 40 درجه. طيب لو دي ب 50 برضه دي يبقى ب 50. وطبعا من خواص المتوازي برضه اللي هي موجوده في المعين ان كل زاويتين متقابلتين ايه؟ متساويتان في القياس. طيب المحيط، محيط المعين بيساوي ايه؟ الطول، طول الضلع في ايه؟ في 4، بيساوي ايه؟ طول الضلع في 4. تعال ندخل على الحالة الأخيرة وهي إيه؟ المربع، وبنعتبرها دي أسهل حالة وهنعرف دلوقتي. المربع هو إيه؟ هو أيضاً متوازي أضلاع جميع أضلاعه متساوية في الطول. هو إيه؟ هو متوازي أضلاع جميع أضلاعه إيه؟ متساوية في الطول. يعني لو ده 4 سم ده هيبقى كام؟ 4، وده 4، وده 4. تمام؟ إيه كمان؟ جميع زواياه قائمة متساوية في القياس بتساوي كام درجة؟ 90 درجة. جميع زوايا متساوية بتساوي كام؟ 90 درجة. بتساوي كام يا شباب؟ 90 درجة، كل الزوايا الأربعة. طيب والقطران متساويان، يعني لو ده 3 ده يبقى كام؟ 3. ها ومتعامدان، يعني بيصنعوا كام زاوية قائمة؟ 4 زوايا قائمة، زاوية 2 3 4. وينصف كل منهما الآخر، يعني النصف ده هيبقى قد ده، هيبقى قد ده، هيبقى قد ده، ينصف بعض بالظبط نصين قد بعض. طيب ايه كمان الأقطار بتقول لك؟ بيقول لك بتنصف الزوايا الداخلة للمربع. يعني ايه؟ طبعا كلنا عارفين ان الزوايا بتاعت المربع ما بتتغيرش، كلها 90. طب الأقطار هتعمل ايه؟ هتخلي دي 45 45 45 45 45 45 45 45 45 عشان لما يجي لنا أسئلة في أكمل ويقول لك أوجد أي زاوية من الزوايا ديت، تقول له على طول مباشرة كام؟ 45.
طيب محيط المربع برضو زي محيط المعين بيساوي ايه؟ طول الضلع في 4، او يا اما تجمع الاضلاع كلها لان المحيط مجموع اطوال الاضلاع. طيب تعال نشوف امثله على الكلام ده. ها جايب لك متوازي اضلاع اسمه ايه؟ الف باء جيم دال. الف باء جيم ايه؟ دال. طيب في الف باء ب 4 سنتي، في الف دال ب 5 سنتي، في قياس زاويه ميم الف دال ب 35، في طول ميم جيم بكام؟ 3 سنتي، في قياس زاويه ميم باء جيم ب 42 درجه. طيب عايز ايه هو؟ عايز محيط المثلث الف باء جيم. طيب تعال نظلل المثلث اللي هو عايزه ده عشان نعرف الضلع ده زائد الضلع ده زائد الضلع ده اهو. ها يبقى الضلع ده زائد ده زائد ده. طب تعالى نستكمل الاضلاع الاول نجيب اطوالهم. باء ج هيساوي مين؟ ا د. باء ج هيساوي كام؟ 5 سم. ليه؟ ا د ب 5 يبقى باء ج برضو كام؟ ب 5. طيب احنا مش قلنا ان الاقطار بتنصف بعضها؟ طيب يبقى ده كده م ج ب 3 يبقى ا م بكام؟ ب 3. يبقى انا كده جبت ايه؟ الثلاثه اضلاع بتاعه المثلث، الضلع ا باء ها زائد مين؟ باء جيم زائد مين؟ ألف جيم. ده يساوي كام؟ 4 سنت. زائد باء جيم بكام؟ 5 سنت. زائد ألف جيم بكام؟ هنجمع 3 و3 كام؟ 6. واجمع ها 4 و5 9، 9 و6 15 سنت. يبقى محيط المثلث اللي قدامنا ده كام؟ 15 سنت. طيب عايز زاوية مين؟ ألف ميم باء. عايز الزاوية دي. هنجيبها ازاي؟ اجيب زوايا المثلث ها او نجيبها ازاي؟ نجيب زوايا المثلث ده ونطرح من ده 180 يدينا الزاويه دي. ازاي؟ انا مش ده متوازي اضلاع، فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان، يبقى الف دال بيوازي مين؟ باء جيم. يبقى اذا قياس زاويه دال الف ميم هتساوي قياس زاويه مين؟ ميم جيم باء بالتبادل، يبقى دي 35. طيب مش ده مثلث؟ دي 42 ودي 35، تعالوا نجمعهم ونطرحهم من كام؟ من 180 يدينا الزاويه دي، بقول له 180 ناقص 42 زائد 35 هتساوي ايه؟ 180 ناقص 77 هتساوي كام؟ 103. يبقى شباب الزاويه دي بكام؟ ب 103. الزاويه دي بكام؟ ب 103. طب انا عايز دي، مش ده خط مستقيم؟ يبقى اطرحها من كام؟ من 180. يبقى اقول له 180 ناقص 103 هتساوي كام؟ 77. يبقى الزاويه دي يا شباب هتساوي كام؟ 77. تمام. تعالوا ندخل على المثال اللي بعده. هنا ده ايه؟ ا ب ج د مربع مديني الضلع ا ب بكام؟ ب 4 سم. عايز ايه هو؟ المحيط. مش انا عندي قلنا المحيط هنا مربع بيساوي طول الضلع في 4. طب هو الضلع هنا كام؟ 4. يبقى اقول له 4 في 4 يساوي كام؟ 16. طيب لو انا نسيت القانون هقول ايه؟ هقول الضلع ده ب 4 يبقى ده بايه؟ ب 4 يبقى ده بايه؟ ب 4 يبقى ده بايه؟ ب 4 واجمعهم كلهم برضه هيدوني كام؟ 16. طيب عايز هو مين؟ عايز قياس زاويه باء ا ج باء ا ج. الزاويه دي يا شباب احنا مش قلنا ان القطران في المربع بينصف الزوايا الداخليه؟ طب وهي زوايا المربع بكام؟ ب 90. طب لما هو ينصفها دي هتبقى كام ودي كام؟ دي هتبقى 45 ودي 45 ودي 45 45 كلهم هيبقوا كام؟ 45 برضه 45 45. طيب يبقى الزاويه اللي احنا عايزينها باء ا ج هتساوي كام؟ 45 درجه. تمام. تعال نشوف المثال اللي بعده. جايب لي ايه؟ معين. بيقول لك ايه؟ ا ب ج د ده معين، مدي لك طول ا ب ب 30، ا ب ب 5 سم، وقياس زاويه ا ب م بتساوي 30 درجه. طيب عايز مين؟ ا د. فين ا د؟ اهو ادي ا د. ا د. طيب مش من خواص المعين ان جميع اضلاعه متساويه في الطول؟ لما دي ب 5 سم يبقى ده بكام؟ 5 سم، وده 5 سم، وده 5 سم. طب اللي احنا عايزينه ا د هيساوي كام؟ 5 سم. طيب عايز هو مين؟ زاويه باء ا م باء ا م اهي
ايه يا شباب؟ عايز الزاويه دي. طيب مش ده مثلث؟ انا لو خبينا كده هنلاقي ده ايه اهو، ده ايه؟ مثلث. طيب يبقى لو انا عندي الزاويه دي، مش انا هقدر اطرحهم من الاثنين دول من 180 يديني الزاويه الثالثه؟ طيب اجيبها ازاي؟ واحنا مش قلنا ان الاقطار في المعين متعامده، ومتعامده بتعمل ايه؟ بتصنع اربع زوايا قائمه، يعني دي قائمه، دي قائمه، دي قائمه، دي قائمه. يبقى انا عندي المثلث ده في زاويتين معلومتين، هي دي بس اللي ناقصه. يبقى دي 30 ودي 90، اقدر اجيب الزاويه الثالثه هتساوي ايه؟ ها 180 ناقص افتح قوس 90 زائد 30. ها يبقى يساوي ايه؟ 180 ناقص 120 هتساوي كام؟ 60 درجه. يبقى الزاويه دي بكام؟ ب 60 درجه. تمام. طيب تعالوا ندخل على المثال اللي بعده، المستطيل. بيديني ا ب ج د، ده ايه؟ مستطيل. طيب ماشي يا شباب، عايز مين؟ ب د. فين ب د؟ ادي ب د. طيب مش ب د ده قطر، وهنا عندنا الاقطار متساويه. طب لو جبت القطر ا ج يبقى ب د هيساوي برضو مين؟ ا ج. طيب ان الاقطار مش بتنصل بعضها، طيب هنا م ج بتساوي كام؟ 3 سم. يبقى أ مين بكام؟ بثلاثة. يبقى القطر كله بكام يا شباب؟ القطر كله بإيه؟ بستة. برضو دي هتبقى كام؟ ثلاثة ودي ثلاثة، يبقى بقى د بكام؟ بستة سم. طيب عايز مين تاني؟ قياس زاوية م ب ج، عايز الزاوية دي. إحنا مش قلنا من خواص المستطيل إن جميع زواياه قائمة بتساوي 90؟ طب لو أنا عايز دي، هطرح ال 50 دي من كام؟ من 90. يبقى أقول 90 ناقص 50 يساوي كام؟ 40 درجة. طيب تعالوا نشوف مع بعض المثال ده. بيقول لك في الشكل المقابل س ص ع ل معين، س ص ع ل ده ايه؟ معين. في قياس زاوية مين؟ ل ص ع بتساوي كام؟ 27 درجة. عايز ايه هو؟ احسب قياسات زوايا معين س ص ع ل. يعني عايز ايه؟ عايز قياس الزاوية دي ودي والزاوية دي كلها والزاوية دي. تمام. طيب هنقول له ايه؟ هقول له أهم حاجة يا شباب، أقول له بما أن س ص ع ل معين. ليه بقول معين؟ عشان أقدر أستخدم الخواص بتاعته. لو أنا ما قلتش إن هو معين، فإزاي هستخدم الخواص بتاعته؟ طيب يبقى أقول له س ص ع ل معين، وإيه كمان؟ ها وص ل قطر فيه. ص ل ده، ص ل ده مش واصل من رأس الزاوية رأس الزاوية، يبقى ده ايه؟ قطر. احنا قلنا من خواص الأقطار انها بتعمل ايه؟ القطر ينصف الزوايا الداخلة. يعني دي 27، يبقى دي بكام برضه؟ ب 27. يبقى دي كلها بكام يا شباب؟ أقول له زاوية س ص ع هتساوي 27 في 2 بتساوي كام؟ 54 درجة. يبقى دي كلها بكام؟ ب 54 درجة. تمام. يبقى أنا كده استفدت من خاصية من خواص معين. ندخل على خاصية تانية عشان نجيب قياس زاوية إيه؟ س ل ع. أقول له بما أن في المعين ها كل زاويتين متقابلتين متساويتين في إيه؟ في القياس. الخاصية دي موجودة في المعين، موجودة في المتوازي، موجودة في كل حالات المتوازي. تمام. يبقى قياس زاوية س ل ع هتساوي قياس زاوية مين؟ س ص ع، بتساوي كام يا شباب؟ 54 درجة. طيب هقول له كمان بما ان في المعين كل زاويتين متجاورتين مجموعهم كام؟ 180. قلنا اي زاويتين متجاورتين مجموعهم كام؟ 180. طب انا عايز اجيب قياس زاوية مين؟ س. هقول له ايه؟ س قياس زاوية س بتساوي 180 ناقص كام؟ اللي جنبها 54، او دي برضه اللي جنبها 54، هتساوي كام؟ 126 درجة. طيب برضه قلنا ها ان كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس، يبقى اذا قياس زاويه ع هتساوي قياس زاويه مين؟ س. اهو اذا قياس زاويه ع بتساوي قياس زاويه س بتساوي كام؟ 126 درجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.